وأروي في هذا المقام قصة لا أرويها إلا لما فيها من فائدة، وهي أنه من سنوات في ليلة من ليالي رمضان خرجت مع الجد رحمة الله عليه لنصلي التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت سيارة على مقربة فيها صوت الموسيقى عالي جدا، وكانت تلك الليلة ليلة 27 وصوت الموسيقى عالي، فذهبت إلى تلك السيارة وسلمت، وكانوا مجموعة من الشباب، وقلت يا شباب نحن الليلة ليلة 27، إذا ما استطعتم هذه الليلة أنكم تقفون مع المصلين في بيت الله تصلون وتدعون وتخشعون وتقبلون على الله، ما هناك أقل من أن تغلق هذا الصوت، وإذا لم تمنع نفسك من ذلك في هذا الوقت الشريف الفاضل متى إذا تمنع نفسك؟ وقلت لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام سألته عائشة قالت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر متى هي فماذا أقول؟ أو كما جاء في الحديث قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقلت وخذوها هدية مني، هذا الدعاء لا يفوتكم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أطفئ هذا الصوت وكرر هذا الدعاء، أطفئ هذا الصوت وكرر هذا الدعاء. فقلت للقريب منهم حفظت الدعاء؟ هز رأسه بنعم. قلت أعده لي فما عرفه. قلت لا أنا أعيد لك إياه مرتين وثلاث حتى تحفظه. وعدت له الدعاء وقلت له أعده لي فأعاده ومشيت ونسيت القصة. بعدها بقرابة الخمس سنوات ذهبت إلى مدينة من المدن كان لي فيها مشاركة، والتقيت بمجموعة من الشباب، فأحدهم اقترب مني وقال لي إن الله سبحانه وتعالى جعلك سبب لهدايتي، قال ما كنت أصلي ولا كنت كذا ولا كنت، لكن تذكر الشباب اللي كانوا في السيارة كذا كذا، قال قذف الله سبحانه وتعالى في قلبي الهداية من تلك الليلة، من تلك الليلة. يقول فعلا من مشيت منك وأنا أكرر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأكررها وأدعو بها، ونفسي تحركت وأقبلت ومن الله علي بالهداية، وحدثني عن أمور كان مبتلى بها وعافاه الله سبحانه وتعالى منها. فالشاهد أن هذه فرصة عظيمة، خاصة من كان نفسه مبتلات بمعاصي وآثام وذنوب يذكر نفسه بهذا النداء، يا باغي الشر أقصر.